السلام عليكم، يعطيكم العافية يا مس. اليوم بدنا ناخد درس التقسيم التناسبي. حكينا إحنا في نسبة كنا نقرأها مثلا A إلى B، A إلى C وهكذا. خلونا نشوف مع بعض، افهموا معي الفكرة بسيطة جدا رح نفهمها من خلال مثال. أول إشي التقسيم التناسبي هو تقسيم بين كمية أو شيء بنسب معلومة، يعني بعرف إنه هذا الشخص رح ياخد نسبة 2، هذا رح ياخد نسبة 3. مثلا عند تقسيم مبلغ من المال على الورثة، لما بدنا أقسم مبلغ من المال على الورثة بنعرف مثلا إنه الذكر بياخد قد الأنثيين، قد البنتين مثلا، أو تقسيم أرباح شركة أو إلى آخره. خلينا نشوف كيف بيجي السؤال وكيف بيجي الحل، كيف بدنا نستخدمه بطريقة الحل. نقرأ المثال، هذا المثال مهم. بقول لك قسم عمر وسامي. إذا عندي عمر بالبداية وسامي، قطعة أرض مساحتها، إذا مساحة اللي بدنا نقسمه مساحة الأرض 1600 متر مربع، بينهما بنسبة 2 إلى 3. ليش أنا حطيت الاثنين تحت عمر؟ هو قال لي بالسؤال عمر بعدين سامي، معناته عمر النسبة الأولى وسامي النسبة الثانية. حسب ما قال لي بالسؤال عمر وسامي، يعني أول نسبة لعمر النسبة الثانية لسامي. بده أشوف أوجد مساحة الأرض الذي سيحصل عليها كل منهما. يعني إذا عمر بده يحصل على حصتين وسامي بده يحصل على 3 حصص، بدي أوجد مقدار الحصة الواحدة من الأرض. هلأ شوفوا الأرض كم حصة بدي أقسمها؟ بحكي 2 زائد 3 ويساوي 5. إذن بدها تتقسم الأرض على 5 حصص. أول إشي بجمع، بعدين إيش بحكي؟ بدي أشوف الحصة الواحدة كم؟ بحكي 1600 تقسيم 5 ويساوي، عندي بدي أقسم 1600 تقسيم 5 320 متر مربع. إذن الحصة الواحدة عندي 320. هلأ بدي أشوف حصة عمر. عمر رح ياخد حصتين، يعني 2 ضرب 320 ويساوي 640. حصة سامي، سامي رح ياخد 3 ضرب 320 ويساوي 960 متر مربع. وهنا متر مربع. إذا حصة عمر 640، حصة سامي 960. إذا حصة عمر 640، حصة سامي 960. التحقق بجمع تنتين 640 زائد 960 ويساوي 1600. إذا الجواب عندي هون صحيح 100%. خلينا نشوف أتحقق من فهمي. المطلوب معكم بس المثال وأتحقق من فهمي. بقول لك أتحقق من فهمي صفحة 36. أقسم مبلغ 1400 بين سهى وجميل. سهى جميل، هلأ سهى أخذت 3 على 7، 3 إلى 7. سهى أخذت 3 حصص وجميل أخذ 7 حصص، هي سهى وجميل. هلأ بدي أشوف كم الحصة الأولى، الحصة الواحدة. بحكي 3 زائد 7 يساوي 10. هلأ الخطوة الثانية بحكي 1400 تقسيم 10، بتروح الصفر مع الصفر بضل 140. إذن الحصة الواحدة 140. طيب حصة سهى، هلأ
سهى رح تاخد 3، إذا 140 ضرب 3 هاي 0 12 هون 4، إذا كم رح تاخد سهى؟ 420. هلأ بدي أشوف حصة جميل. 140 ضرب 7 هون 0، 7 ضرب 4 عندي 28، 7 ضرب 1 7 و 2 9، إذن حصة جميل 980 وحصة سهى 420. بدي أتحقق بجمعهم 980 زائد 420، هون 0 0 1، إذا عندي هون 14، إذا صحيح 100%. حصة سهى 420 وحصة جميل 980. هذا بس المطلوب منكم من التقسيم التناسبي، ويعطيكم ألف عافية.